المرة اللي فاتت بنعمة ربنا كنت كلمتكم عن السماوات المفتوحة في بدايات الحديث عن مركبة حزقيال، لأن حزقيال في الإصحاح الأول قال أنا بين المزبيين عند نهر خبور أن السماوات انفتحت فرأيت رؤى الله. وتكلمنا عن خبرة السماوات اللي انفتحت، وذكرنا أمثلة للناس اللي انفتحت ليهم السماء وشافوا رؤى إلهية زي حزقيال، وذكرنا أيضا دانيال، وذكرنا إشعياء، وذكرنا القديس يوحنا الرائي. كل دول انفتحت ليهم السماء وشافوا رؤى إلهية. وبعدين اتكلمنا عن الرعاة البسطاء اللي انفتحت ليهم السماء يوم ميلاد الرب يسوع، وأضاء عليهم مجد الله وشافوا القوات الملائكية وهي بتمجد الله في الأعالي، وكان حشد كبير. و ذكرنا دي بالذات علشان ما نفكرش ان موضوع السماوات المفتوحة ده موضوع خاص بالانبياء الكبار، لا ده بيخصنا احنا حتى لو كنا بسطاء زي الرعاة. ممكن قوي السماء تتفتح لنا، بل انه مطلوب ان احنا نعيش بشعور السماء المفتوحة فوق راسنا. طبعا في وسط الكلام اتكلمنا عن السماء المفتوحة لما اتفتحت يوم عماد ربنا يسوع المسيح وحل الروح القدس، وصوت من السماء بيقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، وده كان صوت الاب السماوي. و برضو في هذا الصدد اتكلمنا عن السماء لما اتفتحت وحل الروح القدس يوم الخمسين. كل الحاجات دي اتكلمنا عنها بالتفصيل المرة اللي فاتت. النهاردة عايزين نكمل عن السماوات المفتوحة ونشوف الكلام ده ممكن يكون في حياتنا ازاي. برضو ممكن السماء تتفتح علشان ربنا عايز يبلغ رسالة او يوصل انسان كلامه. اشعياء بيقول في 55:10 لانه كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يرجعان إلى هناك بل يرويان الأرض ويجعلانها تلد وتنبت وتعطي زرعا للزارع وخبزا للآكل، هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي. يا ربنا بيشبه نزول المطر من السماء، بيشبه كلمته اللي بتخرج من فمه زي نزول المطر من السماء. وده اللي حصل مع حزقيال، انه لما انفتحت ليه السماء مش بس شاف رؤى الله ولكن سمع الله، سمع الله بيديله يتكلم معاه ويديله رسائل. في حاجات كتيرة بنبقى محتاجين صوت الله واضح مباشر لينا في مواقف كتيرة، لكن ربما من أبسط المواقف اللي احنا في صددها دلوقتي ان احنا لما نشوف حاجة مش فاهمينها في الإنجيل في الكتاب المقدس. يا موضوع الأربع مخلوقات الحية ده، الأربع كائنات الحية زي ما بحب أسميهم أو حسب الترجمة الأصلية، الأربع كائنات الحية ده الموضوع ده صعب تفسيره،
بل الواحد يعني أنا شخصيا بعترف أن أنا قريت تفاسير كتيرة في الموضوع ده، ولكن مش مريحة لأعماق الإنسان. وتلاقي في موقف زي كده الواحد يقف قدام ربنا ويقول له طب قل لي، فهمني انت ايه الموضوع. زي ما قال داود: اكشف يا رب عن عيني لأرى عجائب من شريعتك. فممكن تبقى خبرة السماء المفتوحة، ممكن وانت قاعد كده تحس كأن ربنا فتح السماء وبيكلمك أو بيشرح لك حاجة. بل أحيانا تحصل كتير، ممكن الواحد نايم يبص يلاقي فجأة صحي، وبعدين ربنا اتكلم بطريقة ما ويشرح له ويفهمه الموضوع. مش بس موضوع الأربع مخلوقات الحية، ولكن مواضيع كتيرة قوي في الكتاب المقدس نلاقي فيها زي الطلاسم، ولكن ازاي الواحد يعرفها؟ محتاجة ان الواحد يطلب من الله انه يفتح السماء. يفتح السماء بمعنى انه ينزل الكلمة بتاعته او ينزل ارشاد الروح القدس ويعلمه ايه معنى الكلام ده وايه مفهوم الكلام ده. ده ممكن الواحد يبقى ماشي في سكة ومقتنع انه ماشي صح 100%، وعنده احيانا نلاقي ناس بيتصرفوا تصرفات وبيعتمدوا على فهمهم الخاص لبعض الآيات من الكتاب المقدس، وبأجل فهمهم الخاص ده بيعملوا حاجات صعبة قوي تسيء لمجد الله، تسيء لمجد الله. وبعدين تقول له طب ليه كده؟ يقول لك ما هو الكتاب بيقول كده، يقول لك فلان من الآباء قال كده. ويعيش الواحد حياته كلها وهو ماشي في سكة ومتهيئ له أنه حسب الغيرة أو حسب الفهم بتاعه هو ماشي صح. لكن لو يطلب من ربنا الإرشاد، ممكن أوي ربنا يفتح له السماء مخصوص، أو يمكن ربنا لو هو من نفسه عايز يرشد الإنسان ده لقى فيه حاجة حلوة وربنا عايز يرشده للطريق الصح، ممكن أوي يفتح له السماء مخصوص ويوريه رؤية عشان يقول له لا، الطريق بتاعك مش كده، المفروض يبقى كده. طبعا ده اللي حصل بالظبط مع شاول الترسوسي اللي هو القديس بولس الرسول. شاول الترسوسي كان غيور جدا على الناموس، وكان متهيله انه اللي بيعمله صح ان هو بيقتل المسيحيين. وبعدين هو ماشي في السكة، سفر الأعمال في أعمال 9 في عدد 3 يقول: وفي ذهابه كان رايح لدمشق عشان يقتل المسيحيين، وفي ذهابه حدث أنه اقترب إلى دمشق فبغتة أبرق حوله نور من السماء فسقط على الأرض وسمع صوتا قائلا له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ طبعا انتوا عارفين القصة دي، ولكن الغريب في القصة مش بس انه السماء اتفتحت لشاول وشاول شاف النور، لكن الغريب في القصة ان لما السماء اتفتحت لشاول الناس اللي معه ما شافوش حاجة، سمعوا الصوت ولكن ما شافوش حاجة. فبيقول في أعمال 9 في عدد 7: أما الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون أحد. ده حصل نفس الحكاية دي مع حزقيال، هتلاقيها في سفر حزقيال.
ان هو قاعد مع شيوخ المدينة وقاعد بيتكلم معاهم، وبص لقى السما اتفتحت له، وبص لقى نفسه بيشوف رؤى، لكن الرجال اللي قاعدين معاه مش شايفين حاجة. فترتيبات الله عجيبة. السماوات المفتوحة ممكن تتفتح عشان ربنا يعطي إرشاد، يعطي دايركشن للشخص عشان يعرفه هو ماشي صح ولا ماشي غلط، أو عشان يصحح الاتجاه بتاعه. بطرس الرسول، بطرس الرسول قعد مع المسيح طول مدة خدمته على الأرض، وتقابل مع المسيح بعد القيامة، وحضر حلوله الروح القدس وحل عليه الروح القدس. تخيل بطرس ده كان متصور انه الخدمة بتاعته تبقى لليهود وبس، مفيش حاجة اسمه الأمم. ولكن بيقول سفر الأعمال انه صعد بطرس على السطح، ده أعمال 10 في عدد 9، صعد بطرس على السطح ليصلي نحو الساعة 6، فجاع كثيرا واشتهى أن يأكل، وبينما هم يهيئون له وقعت عليه غيبة. يعني إيه؟ وهو قاعد كده زي ما يكون ناعس كده، قاعد مستني الأكل بيجهزوا له، فرأى السماء مفتوح. صور واحد قاعد مستنى الغدا الساعة 6، يعني الساعة 12 تقريبا الغدا، فرأى السماء مفتوح وهو قاعد مستنى الغدا. تخيل حضرتك أو حضرتك، حضرتك قاعد والمدام بتجهزك الأكل، أو أنت قاعدة هو بيعملك الشاي ولا حاجة ولا الأكل، وبعدين تبص تلاقي نفسك نعست شوية، وفي الغفوة دي السماء اتفتحت. ولما السماء اتفتحت لبطرس شاف إناء نازل مثل ملاية عظيمة مربوط بأربع أطراف ومدلة على الأرض، وكان فيها كل دواب الأرض والزحفات والوحوش وطيور السماء. وصار صوت لبطرس: قم يا بطرس اذبح وكل. ما هو جعان، هو جعان، يعني هو نعسان بس جعان. فالسماء اتفتحت وربنا بيقول له يلا يلا كل. طبعا انتوا عارفين بقى القصه، ان بطرس قال له لا انا ما باكلش حاجه نجسه، انا ما اكلتش حاجه نجسه. وبقى القصه ان ربنا كشف له ما تاخره الله لا تنجسه انت. اذا كنت انا عايز اوافق ان الامم دول يدخلوا الامام للإيمان، اللي انت كنت تعتبرهم ناجسين، طب انت مالك؟ فخضع بطرس للرؤية. وكان في نفس الوقت برضو كرنيليوس بيصلي، برضو نفس الحكاية، كرنيليوس رأى رؤية والملاك بيقول له روح انده لبطرس علشان هو اللي هيقول روح عنده، روح عند حنانيا، عنده لحنانيا علشان حنانيا هو اللي هيقول لك تعمل ايه. وكانت السماء مفتوحة في الحالة دي هي بداية فتح باب النعمة للأمم. فممكن السماء تتفتح للشخص وتتفتح في نسبات كثيرة، وتتفتح في أوقات مش متوقعة. يعني شاول ماشي في السكة اتفتحت له السماء، بطرس قاعد مستني الغدا اتفتحت له السماء، كرنيليوس واقف بيصلي اتفتحت له السماء. ولما تتفتح السماء ممكن يكون ده علشان
ربنا قاصد يفتح السماء علشان ينزل ملائكة يساعدوك. احنا كتير قوي بننسى خدمة الملائكة لينا، لكن دي حقيقة ان ممكن السماء تتفتح، ربنا يبعت ملاك او ملائكة يساعدوك في ظروف كتيرة. احنا رأينا الحكاية دي بروعة في حياة ربنا يسوع المسيح اللي هو المثال لينا، اعلى مثال لينا، ازاي ان السماء كانت مفتوحة له والملائكة نازلة وطالعة عليه. هو نفسه قال لنثنائيل، لما جاله نثنائيل قال له من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان. ده في يوحنا 1:51. ده فعلا اللي حصل لما طلع البرية وإبليس حب يجربه وفشل في التجارب بتاعته، يقول تركوا إبليس وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه. يبقى السماء اتفتحت ونزلت الملائكة عشان تخدم الرب يسوع. وفي ليلة جسماني في لوقا 22 أما راح كالعادة يصلي في جبل الزيتون، يقول في لوقا 22:43 يقول ظهر له ملاك من السماء يقويه. ظهر له ملاك من السماء يقويه. أنا طبعا مش عايز أدخل في تفاسير الحاجات دي، التفاسير اللاهوتية أو معناها إيه، لكن أنا عايز أقول إنه في إمكانية إن السماء تتفتح وملائكة تيجي عشان تساعد وتقوي زي ما حصل مع الرب يسوع. هتقول لي ده الرب يسوع؟ لا، اديني مثل يعني اقل شويه كده، حد قريب لينا. لك واحد زي دانيال حطوه في جب الاسود، والملك متصور ان الاسود هتاكله، وقال له يا دانيال هل الهك قدر ينقذك؟ قال له إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود. يعني إيه اللي حصل يا دانيال؟ اللي حصل ببساطة إن السماء اتفتحت ونزل منها ملاك، وملاك نزل سد أفواه الأسود. نفس الحكاية في الأتون. فممكن قوي السماء تتفتح وتنزل ملائكة تنقذ الواحد من تجربة، من حادثة، من مشكلة، أو تقويه أو تساعده. طبعا بفتح نفسكوا عشان تشتاقوا إن السماء تتفتح وتطلبوا إن السماء تبقى مفتوحة لكم. يعني تقول لي برضو دانيال ده كان راجل كويس، ما تديني مثل شوية كده. يعني واحد يكون عمل حاجات غلط زي ما احنا بنعمل والسماء تتفتح له، اقول لك يا ده في كتير قوي. ايه رأيك في يعقوب؟ يعقوب ده غش ابوه واضطر ان هو يهرب. صحيح ربنا استخدم الحكاية دي للمجد بعد كده، بس ده هو ربنا اللي بيطلع من الاكل اكل ونجافي حلاوه، وربنا اللي بيحول الامور للخير. ولكن اصلا يعقوب كان غلطان لان هو ضحك على ابوه او كذب على ابوه بطريقه ما حسب نصيحه امه، وقال له ان انا عيسو. ونتيجه الكدبايه دي كان لازم يهرب، فده واحد هربان. وبعدين الهربان ده وهو ماشي في السكة، طبعا رايح حتة بعيدة عمره ما شافها قبل كده، وتعب في السكة. أما الشمس غابت راح واخد حجر من مكانه وحطه تحت راسه ونام. فسفر التكوين 28:12 يقول رأى حلما
وإذا سلم منصوبة على الأرض ورأسها يمس السماء وهوذا ملائكة الله صاعدة ونازلة عليها. إيه العز بتاعك ده يا يعقوب؟ ده يعني إذا كان بعد الكذب والغش بتاعك ده تشوف العز المنظر ده، دي حاجة عجيبة قوي. بس ده طبعا ترجع لصلاح الله ونعمة الله وليس بر الإنسان أو استحقاقه. ولعل السلم يقول هوذا الرب واقف عليها فقال أنا الرب إله إبراهيم وإله إبراهيم أبيك وإله إسحاق، الأرض التي أنت مضطجع عليها أعطيها لك ونسلك. وكمل ربنا معاه كلام قال له يكون نسلك كتراب الأرض وأنا معاك وأحفظك. وأتاري ما كانش مجرد حلم، أتاري ده كان حقيقة إن الرب السيد الرب يهوى في العهد القديم كان بيتكلم مع يعقوب وكان بيقطع معاه عهد وبيقول له ان انا هكون معاك وهحفظك. فيعقوب قام من نومه وقال حقا ان الرب في هذا المكان وانا لم اعلم، وخاف وقال ما أرهب هذا المكان، ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء. يعني للأسف، وبقول للأسف، إن احنا ربما نكون موجودين في الكنيسة أو ربما نكون موجودين في القداس الإلهي وما احناش حاسين إن ده بيت الله ومش حاسين إن باب السماء. ولكن يعقوب في حتة في صحراء أدرك أن الرب في هذا المكان. فأنا نفسي يا رب تفتح عينيا ونفسي تفتح عينين كل واحد فينا، على الأقل وإحنا قاعدين في الكنيسة عايزينك تفتح قلبنا وتفتح عينينا الداخلية عشان نشوف السماء مفتوحة وإحنا في الكنيسة على الأقل خالص. لو إحنا مش قادرين نشوف السماء مفتوحة في حياتنا اليومية، على الأقل نشوفها مفتوحة واحنا في الكنيسة. فاكر زمان ويمكن قبل ما ابقى كاهن فدعوني عشان اتكلم في افتتاح كنيسة، او كان بيحطوا الاساس بتاع الكنيسة. وبعدين فاكر بالظبط الكلام اللي قلته بنعمة ربنا، قلت لهم أول ما عملنا حفرة في الأرض عشان نعمل الأساس احنا كنا بنخبط على باب السماء نقول لها اتفتحي واتفتحي في المكان ده. ودي حقيقة ان كل ما يبقى في كنيسة معناها ان باب السماء مفتوح بيننا وبيننا وبين السماء. حتى الآباء يعلمونا انه لما نفتح ستر الهيكل معناه ان احنا بنفتح باب السماء، بنفتح باب السماء. واحنا في الصلاة بنقول احنا حينما نقف في هيكلك المقدس نحسب كالقائمين في السماء، كالواقفين في السماء. مش عملية مجازية لكن دي حقيقة. كثير من الآباء كانوا لما يصلوا القداس يعني يحسوا انهم فعلا مش قاعدين على الأرض، هما بيصلوا وقدام عرش الله، قدام عرش الله. فالسماء بتتفتح. وما تقولش السماء مش ممكن تتفتح لي لأن أنا وحش أو أنا عملت حاجة غلط. لا، ممكن تتفتح لك، اتفتحت ليعقوب. والسماء ممكن تتفتح علشان ربنا عايز يعزي واحد في ضيقة، يعزي واحد في ضيقة. يعني مثلا استفانوس في أعمال 7 لما كانوا بيرجموه في عدد 55 يقول أما هو فشخص إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله فقال ها أنا أنظر السماوات مفتوحة
وابن الانسان قائما عن يمين الله. اتخيل واحد بيترجم يعني الضرب من كل ناحيه والالم من كل ناحيه ونزيف الدم من كل ناحيه والوجع من كل ناحيه، ولكن في هذه الظروف الصعبه لما يرفع نظره للسماء يلاقي السماء مفتوحه ويلاقي مجد الله. يقول لك راى مجد الله، لما يقول راى مجد الله يعني راى الله الاب في مجده. طبعا عشان يعني كتير قوي ما بيتقالش ما راى الله الاب، فيتقال راى مجد الله. راى مجد الله لان الانسان ما يقدرش يشوف الله الاب على حقيقته طبعا، لكن بيشوف مجد الله زي ما شافه حزقيال وزي ما هنشوف في الدراسه بتاعتنا بتاع مركبه حزقيال. فراى مجد الله وراى يسوع قائم عن يمين الله، وقال لهم انا شايف السماء مفتوحه وابن الانسان قائما عن يمين الله. نفس الحكايه السماء اتفتحت لتعزيه القديس يوحنا، القديس يوحنا الرائي. يقول بعد هذا نظرت واذا باب مفتوح في السماء. ناس كتير كانت في مواقف صعبه ولما رفعت عينيها للسماء لقوا السماء مفتوحه ولقوا تعزيه خاصه. اذكر قصه سمعتها وانا طفل صغير، مش هو طفل يعني كنت شاب، عن ابونا ميخائيل ابراهيم المتنيح. وكان ابنه اتوفى، طبعا ما اعرفش مدى صحة هذه القصة كانت صح او غلط، لكن هي ممكن يعني ممكن تكون صح، فيش مانع انها تكون صح. فبعد ما ابنه اتوفى وطبعا يعني الموضوع يعني تعبه كأب من جوه وشان هو يشوف ابنه، فكان بيصلي القداس وبعدين قالها عذراء نفسي اشوف الولد، نفسي اشوف ابني. فبيقول القصه واللي روى القصه ان هو في الوقت ده شاف السماء مفتوحه وشاف الست العذراء بتروح تسجد تحت رجل السيد المسيح وبتقول له ابونا ميخائيل عايز يشوف ابنه، ايه رايك ممكن نوريه ابنه؟ قال لها ما فيش مانع. ففي الوقت ده الست العذراء جابت له الولد، طبعا جاي لابس ملابس بيضاء في ثياب بهيه جدا نقيه جدا، ووريته لابونا. قالت لابونا ابنك هو، تحب تاخده عندك الارض ولا نخليه عندنا في السماء؟ فهو لما شاف البهاء والمجد اللي فيه الولد قال لها لا ست عذراء، خسارة ان احنا ننزله على الارض تاني، خليه في السماء عند المسيح احسن. القصة ايا كان، لكن هي بتقول انه في وقت الضيق لو الواحد رفع نظره للسماء باخلاص وطلب ممكن اوي ربنا يفتح له السماء، ممكن اوي ربنا يفتح له السماء، مش بعيدة خالص. السماء ممكن تتفتح في مواقف المرض، لو مريض رفع نظره للسماء وطلب معونة وقال له ليك رفعت عيني يا ساكن السماء. حصل في قصة احنا يمكن ما ناخدش بالنا منها كتير في معجزة من معجزات السيد المسيح، اما جاله واحد جابوله واحد اصم واعقد. اصم واعقد يعني ايه؟ اصم يعني ايه؟ مش بيسمع. واعقد يعني ايه؟ يعني لسانه معقود مش بيتكلم. ما هو لما يبقى اصم يبقى كده هيبقى اعقد، الاثنين المرضين بيبقوا مع بعض، انه ما سمعش فمش هيعرف يتعلم كلامه ومش هيعرف يقول حاجه. فلما جابوا له الاصم والاعقد راح السيد المسيح اخده على جنب
وراح حط صوابعه في ودنيه، يعني السيد المسيح حط صوابعه في ودان الراجل، وراح تفل ولمس لسانه. فيعني حصل ايه؟ نوع من الكونتاكت او نوع من التلامس ما بين السيد المسيح وما بين الرجل المريض. والتلامس في النقط اللي فيها المشكلة، التلامس مع الودان والتلامس مع ايه؟ مع اللسان. لغاية كده والكلام واضح يعني. لكن العجيب بقى ان هو يقول لك في مرقس 7:34 ورفع نظره نحو السماء. رفع نظره نحو السماء وأن يعني ايه؟ من أنين، من جواه حصل فيه أنين. وقال له إفاثة. إفاثة بالأرامية يعني انفتح. إفاثة يعني انفتح. وبيقول له الوقت انفتحت أذناه وانحل رباط لسانه وتكلم مستقيما. طبعا القصة المعجزة دي تحمل معاني كتير. أبسط حاجة أنتوا هتقولوها، هتقولوا دي بتدل على إلهية السيد المسيح، وحد تاني يقول ده بتدل على محبة المسيح للمرضى. حاجات كتيرة ممكن تتقال، ولكن الحاجة اللي أنا عايزك تاخد بالك منها المرة دي بخصوص هذا الموضوع، أنه رفع نظره إلى السماء. يعني عايز يقول إيه؟ عايز يقول أن الشفاء جاي من السماء. أنه لو إحنا عايزين الشفاء يبقى إحنا عايزين السماء تتفتح وينزل الشفاء من السماء. في المعجزة دي جه الشفاء من السماء من خلال الرب يسوع. ممكن يجي الشفاء من السماء من خلال سر مسحة المرضى، ممكن يجي الشفاء من السماء بأي طريقة أخرى، لكن رفع نظره للسماء فالسماء تتفتح ويحل نعمة الشفاء. أنا هو الرب شفيك. مين يقدر يفتح السماء؟ ولا حد. ما فيش حد يقدر يفتح السماء غير ربنا لوحده، غير ربنا لوحده. طب ربنا مش بيفتحها ليه على طول؟ ليه أنا مش عايش أو أنت مش عايش تحت خبرة السماء المفتوحة؟ إذا كان ربنا فتحها لفلان ولفلان ولفلان في ظروف مختلفة، طب ليه ما تتفتحش ليا السماء؟ أقول لك حاجات كتيرة بس مش كل حاجة. أول حاجة لازم تبقى عارفها إن كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق نازلة من عند أب الأنوار. أي حاجة كويسة دي جاية من السماء. ولكن في حاجات معينة ممكن تخلي السماء بالنسبة لنا مقفولة وما نشعرش إنها تتفتح. يعني مثلا أقول لك مثلا من الأمثلة، في ملاخي 3:10 يقول هاتوا جميع العشور إلى الخزنة ليكون في بيتي طعام وجربوني بهذا قال رب الجنود، إن كنت لا أفتح لكم قوى السماوات وأفيض عليكم بركة حتى لا توسع. يعني ربنا بيقول طيب مش أنت مش عايز تشوف السماء مفتوحة وينزل منها البركات دي؟ طب ما تجربني، جربني، جربوني، خليك أمين في العشور بتاعتك وجرب ربنا شوف هيعمل معاك إيه. فده وعده. أو ليه إحنا مش بنحس بخبرة السماوات المفتوحة وإيه اللي بتحجب رؤيتنا للسماوات المفتوحة؟ هو عدم طاعتنا لوصايا الله.
لما ربنا في سفر التكوين في آسف في سفر اللاويين 26 كان قاعد يقول لهم عن البركات اللي ينالها الإنسان لما يسمع وصايا ربنا واللعنات اللي تحصل لو ما سمعش وصايا ربنا. فبيقول لو انتوا مش هتسمعوا أصير سماءكم كالحديد وأرضكم كالنحاس، يعني تخبط على باب السماء كده تلاقيها زي الحديد زي الحديد. ليه؟ ما انت ما تسمعش وصايا ربنا، مش بتسمع وصايا ربنا، مش عايز تطوع ربنا. والأرض كالنحاس، عارف الأرض كالنحاس دي يعني ايه؟ يعني هو كان بيكلم ناس مزارعين طبعا وبيزرعوا الارض، فلما تيجي في ارض زي النحاس وتزرعها عمرها ما تطلع حاجه. يمكن كتير اول واحد يقول ايه الدنيا دي، ده الواحد شقيان وتعبان مش عارف يعمل حاجه، اهو دي الارض بتاعته بقت زي النحاس، الارض زي النحاس عمال يفلح فيها ويشتغل فيها مفيش حاجة تطلع. ليه؟ لأن مفيش بركة. ليه؟ لأن مش بنسمع وصايا ربنا. يقولوا إن لم تسمع للرب إلهك، إن لم تسمع لصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه وفرائده التي أنا أوصيك بها اليوم، تأتي عليك جميع هذه اللعنات وتدركك. في عدد 23 يقول وتكون سماؤك التي فوق رأسك نحاسا والأرض التي تحتك حديدا. دي تثنية 28 عدد 23. تكون سماؤك التي فوق رأسك نحاسا والأرض التي تحتك سماء فوق راسك نحاس والارض من تحتك حديد. في لاويين قال له السماء تبقى حديد والارض نحاس، مش فارقه يعني واحده نحاس وواحده حديد. اشعياء يقول اسامكم صارت فاصله بينكم وبين الهكم وخطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع. لانه ازاي الواحد هيعمل الشر ويعيش في الشر ومش عايز يتوب على الشر وبعد كده عايز يشوف السماء مفتوح بتاع ايه؟ طب ما انت عملت فاصل بينك وبين الهك، عملت فاصل بينك وبين الهك. لكن بقى العكس تمام، لو انت سمعت صوت ربنا بيقول في تثنية 28 إن سمعت سمع لصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه التي أنا أوصيك بها اليوم، يجعلك الرب إلهك مستعليا على جميع قبائل الأرض، وتأتي عليك جميع هذه البركات وتدركك إذا سمعت صوت الرب إلهك. وقعد يقول بقى سلسلة من البركات من ضمنها في عدد 12 في تثنية 28 12 قال ويفتح لك الرب كنزه الصالح السماء. يا ربنا لو انت تسمع لصوت الرب إلهك ربنا هيفتح لك الكنز بتاعه. ما هو الكنز بتاع ربنا فين؟ الكنز بتاع ربنا في السماء. قال هيفتح لك الكنز بتاعه ليعطي مطر أرضك في حينه وليبارك كل عمل يدك فتقرض أمما كثيرة وأنت لا تقترض. يعني تبقى أنت إيه؟ بتسلف الناس وأنت بتستلفش. يمكن دي تديكوا هنت كده، هو ليه الواحد شوية بشوية بيغرق في الديون؟ ليه بيغرق في الديون؟ والديون عمالة تزيد وعمالة تزيد وبتوصل درجة إن الواحد مش عارف يسد الكريدت كارز اللي عليه. أقول له في حاجة أنت بتعملها مش صح؟ لو أنت بتسمع صوت الرب إلهك كان هيفتح لك السماء ويجيب لك بقى من الكنز بتاعه.
لما يجيب لك ماكنزي بتاعه انت اللي تسلف البنك، مش انت اللي هتستلف من البنك. ده كلام الرب الاله. مش معنى كده ان الناس الكويسين ما بيعدوش في ضيقات، بيعدوا بضيقات كتيرة، لكن ربنا بينجيهم. لو اتفتحت السماء لانسان هتنزل عليه بركات تغرقه زي الفيضان بتاع نوح. الفيضان بتاع نوح ده كان بالنسبة لبعض الناس حاجة مش كويسة، اللي هم الأشرار انهم غرقوا. لكن عارفين فيضان السماء ده بالنسبة لنوح كان ايه؟ كان تغيير مسار الحياة خالص. نقل نوح والعيلة بتاعته من حياة قديمة إلى حياة جديدة. الرب يسوع لما رفع نظره للسماء قدر بخمس خبزات وسمكتين يشبع 5000، وفضل عنه 12 قفة. وبولس الرسول يقول يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. قبل ما اختم عايز اقول حاجة مهمة جدا، انه خبرة السماء المفتوحة ده من نصيب كل واحد، كل المؤمنين بيسوع المسيح. يعني انت لما مؤمن بالرب يسوع ده من نصيبك، ده من نصيبك خبرة السماء المفتوحة او بركة السماء المفتوحة. تقول لي ازاي؟ اقول لك، اصل الرب يسوع لما صعد للسماء فتح لنا السكة، فتح لنا السكة. يقول دخل مرة واحدة الأقداس فوجد فدان أبديا، لأن المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوع بيد أشباه الحقيقة، بل إلى السماء عينها، ليظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا. فالمسيح طلع وصعد للسماء ودخل للقدسات للأقداس السماوية، مش بس نيابة عنا، ولكن عشان يفتح لنا السكة، يفتح لنا الطريق. لأن بولس الرسول في عبرانيين 10 قال إذ لنا أيها الأخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع. يعني أنت مرشوش بدم يسوع، أنت مرشوشة بدم يسوع، يبقى لينا ثقة ان احنا بدم يسوع نقدر ندخل للسماء. السماء تتفتح لينا، ومش بس نشوف السماء مفتوحة، لا، ندخل الى قدس الاقداس في السماء. اذ لنا يا الاخوة ثقة بالدخول الى الاقداس بدم يسوع، طريق كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب اي جسده. وصية الرب يسوع بيقول لنا اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. اما بيقول اقرعوا، اقرعوا على ايه؟ اقرعوا على ايه؟ خبط على باب السماء، خبط على باب السماء، قول له يا ابويا السماوي عشان خاطر دم ابنك ربنا يسوع المسيح افتح لي، افتح لي باب السماء. وبيقول من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. أم أي إنسان منكم إذا سألوا ابنه خبزا يعطيه حجرا، وإن سألوا سمكة يعطيه حية؟ فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطي أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري أبوكم السماوي يأب خيرات الذين يسألونه. احساسي اعتقد ان حزقيال وهو قاعد في السابي وقاعد زعلان ان هو اتحرم من هيكل اورشليم، وقاعد زعلان انه مش هيشوف مجد الله تاني، وقاعد يقول لربنا ليه كده، ليه كده، انا كان نفسي اشوف مجدك، نفسي اشوف مجدك. احساسي ان هو وهو بيصلي الصلاه دي في قلبه
كأنه كان بيخبط على باب السماء عشان أبوه السماوي يفتح له. وفعلا ده اللي حصل، إنه السماوات انفتحت فرأيت رؤى الله عند نهر خبور. واحد قاعد على النهر بين المسبيين، السماء انفتحت له زي ما واحد كده قاعد على البيتش ولا قاعد في أي حتة ومش في باله خالص، لا السماء اتفتحت له. بقينا جزئية أخرى نعرفها قبل ما ندخل على تفسير الرؤية. الجزئية اللي محتاجين نعرفها المرة الجاية هي كلمة يد الرب. أعتقد إن احنا فهمنا كويس موضوع السماوات المفتوحة. بيقول هناك كانت عليه هناك يد الرب. يعني إيه كانت عليه هناك يد الرب؟ يعني هو أنا ممكن تبقى عليا يد الرب؟ هنشوفها المرة الجاية إن شاء الله. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد آمين. Oh,